أخبار اليوم. ولا احنا متفقين عليه، واللي كانت هالة اتكلمت فيه معايا، هالة حجازي، وبشكرها جدا طبعا، ان هي عايزة مريم زي ما هي، وانا حابة جدا انا اكمل في اللاين الاجتماعي اللي انا كنت بتكلم فيه قبل كده، وهتعمل عليه اضافات، هيتعمل عليه شكل طبعا، لكن انا لقيت نفسي كمان في فكرة الناحية الاجتماعية بالشكل اللي هو بنتكلم فيه انا وانت مع بعض، يعني مش شكل المذيع فاتمنى ان شاء الله في الفترة اللي جاية كمان وفي البروجرام الجديد أعمل الموضوع ده بشكل أكون راضي عنه، لأنه كنت بحضر كل حاجة بنفسي، كنت حريصة على أن كل حاجة تبقى في مكانها، يعني ويمكن ده اللي عمل يعني قاعدة للاستماع لبرنامجي أنا كنت راضية بيها جدا. بص، ما فيش حاجة مش حابة أتكلم فيها، يعني بالعكس أنا حابة أتكلم في كل حاجة. احنا بشكلنا كتير، واعتقد انه سلوكنا ووعي البعض هو اللي محتاج ان احنا بس نلقي الضوء عليه، لانه صعب ان انا حاسبك على حاجة وانا مش معلمها لك او مش موفرها لك. فكرة الوعي والوعي في استخداماتنا العادية وفي علاقاتنا الاسرية والصداقة، يعني انا بتكلم في الاسرة وفي الاصحاب وفي الشارع وفي البيت وفي الشغل، ففي حياتنا يعني بتكلم في كل حاجة تخص البرامج اللي انا ممكن اكون بقدمها، يعني ما تحتملش يعني اقل من ساعة، ولا وبالتالي مش حلو ان هي تبقى ازيد ساعتين. حلوة معايا، هي مركزة معايا، والظاهر انه الواحد بيتحس ان هو انا حبيتها جدا. انا مش مركزة في الاذاعة، بس انا يمكن عشان السيفي اكبر في التلفزيون، فيمكن انا هنا باخد وقت اكتر في ان انا اختار. بس مين وايل ما يمنعش ان انت يكون في صلة تواصل مع الجمهور، ان الجمهور بتاعك يبقى عارف يتواصل معاكي بشكل. وعايز أقولك إن التواصل مع الناس في الإذاعة من مريم لأحمد ولدينا والرانيا شخصيا، في التلفزيون هو فاتح شاشة أنا بكلم ناس كتير، أنا ما فيش تواصل، بقدم مادة معينة جاية النهاردة، عارفة أني هقابلك، محضرة السكريبت بتاعك، عارفة أني هندخل مداخلة تليفونية، كل حاجة جاهزة قوي وبالسنتي. في الراديو لا، الراديو مختلف، الراديو انت ورد فعلك وقلبك وتربيتك وضميرك وضحكك شخصي قوي وحلو قوي، يعني it's personal. انا حسيت انه هو بيخدمني انا كمريم غير المذيع. انا العقد بتاعي يخلص في اكتوبر، وهم كان عندهم وجهة نظر في خريطة معينة بشكل معين، اختلفنا في الرؤى ازاي يعني ممكن ابقى موجودة. انا عندي حاجة بحبها ووصل لها، فحتى لما حصل انه يعني مش الاختلاف، خلاص ان احنا قررت ان انا مش هبقى موجودة، انا مشيت وانا مش عارفة رايحة فين، وما عنديش في دماغي ولا ما عرفش اعملها، يعني فكرة الحركات دي مش بتاعتي خالص، بالعكس انا بطيئة جدا في اي حاجة بنزل فيها. الموضوع هنا مشي سبحانك يا رب، يعني in no time زي ما بيقولوا، يعني احنا قعدنا قعدة، انا عايزة اقولك لسه ما بقولك لسه ما فيش اي حاجة، لسه ما ضيتش لسه عرفش اي حاجة، بس يعني مبسوطة ان انا بنضم طبعا ليهم، وان شاء الله يا رب تكون الاسرة اللي بتكبر دي تكون اضافة للمستمع في المقام الاول والاخير يعني.